مرحبا سيد سالم، يا أهلا مرحبا. أهلا وسهلا. بدي أسألك شوية معلومات عن شركة إنهلا، إذا في مجال تخبرنا أكثر تفاصيل شو عنكم، شو بتصنعوا، كيف بتبيعوا، إذا في مجال نبلش. طبعا طبعا، أنا كشركة أمالدا صار لنا تقريبا 25 سنة في المجال هذا. ما شاء الله 25 سنة، 25 سنة حلو. أنا صراحة بدينا أول شيء التصنيع، بعدين شفنا الخليجيين من أول هذا بيجينا كثير طلبات كثير، اوكي فسوينا المصنع معرض، يعني هذا أساسا أوتيل، من الأوتيل قلبنا على المعرض. يعني طبعا هذا المكان يلي نحن متواجدين فيه حاليا كان عبارة عن عن أوتيل، اوتيل هنا تحول من فندق إلى معرض للألبسة أمانة، هنا والجاكيتات يلي هنا هو أمانتا. هنا طيب شو نوع الأشياء اللي بتقدموها من الألبسة، فقط حصر الجاكيتات؟ احنا عندنا صراحة عندنا مثلا أنواع الفرو، أنواع الجلود، أنواع بس إنه كله البنطلونات، جاكيت كله جاكيتات تمام، جلود، نعم جلد وفريد. كله طبيعي صح؟ اكزاكتلي 100% كل شيء طبيعي. حلو ما شاء الله. طيب ممكن تعطيني أكثر، يعني أنا عم شوف كثير صراحة تشكيلة حلوة، ممكن تخبرني شوي هاي الأنواع اللي ممكن، الأنواع تمام ممكن تحكي لنا شوي إذا هاي القطايه اللي موجودة بالمحل فيها كفالة؟ عندنا كفالة سنتين حلو توفي سنتين غرانتي، اي نعم تمام. وفي حد صار فيها عطل صغير، خدشت، جرحت، انخزقت؟ ما في اي مشكله، هو بس يوصل القطعه لعندي احنا نوصله نفس الطريقه ونسلمها اوكي للزبون فري، طبعا كله فري، خلاص سنتين اي شيء بيصير بالقطعه توصيل تصليح علينا يعني اذا صار مع اي شيء بتصلحوا على حسابكم؟ طبعا. حلو تمام حلو. بيجيك انواع الفرو والكواليتي يلا اوكي بيكون تمام احسن. هذا الفرو فيك تعطيني تفاصيل اكثر عنه، شو هو هذا الفرو؟ هذا لينكس كاب قطو البري، القط البري، قطو البري. حلو، هذا من وين بتستورده؟ هذا بيجينا من كندا. من كندا، من كندا. والوان طبيعيه كلها ايه؟ كله الوان طبيعيه حتى الفرو، الفرو تبعه حلو جدا حلو. طيب بالنسبة للأسعار كيف الأسعار؟ الأسعار معتدلة، أسعار معتدلة. مصنعية، عندي مثلا حلو. هذا السيبل، صوبل السيبل هو شو؟ هذا بيجي نفس القندس. سيبل لون طبيعي، هذا طبعا ما بيتلون، في عنده لونين ثلاثة بس. حلو، هذا كمان من كندا؟ هذا من كندا برضه. هلا بس هون في بس هيدا السيبل، هذا السيبل شو؟ هذا اللي نسكة. اوكي هذا القط البري تمام. شو تفرجينا؟ في عندنا هون شلشلة. شلشلة؟ شلشلة لا، هو الشلشلة شو هو؟ هو بيجي نفس الهامستر بس طبعا اوكي نوع ثاني. طبعا هذا الموجود اللي عندنا برضه دنماركي، دنماركي عشان كبير اوفر سايز. اوكي ايه. طبعا هذا الشلشلة ميزته كل بوصلة بيحتوي 600 شعرة. كل شو؟ كل بوصلة شعر فيها 600 شعرة. 600 شعرة؟ اي نعم. يعني كتر ما طاعت سقط منه بيضل متر ما هو. بيضلوا عبي يعني. نعم. هذا هون؟ ايه. طبعا هذا اللون الطبيعي. اللون الطبيعي، وإذا بتحب مثلا في عندي هذا الملون هالشكل. هذا ملون مصبوغ صباغه صح؟ بس ايه. برضه ما بيروح. لا ما بيروح، ألوان. هذا طبيعي؟ اللون لا مش طبيعي، ملون. اوكي ملون. اللون الطبيعي هذا هو، أسود ورمادي. شوفوا شو حلو الشلشلة، شلشلة مثل الهامستر. في عندي هنا برضه ألوان متوفرة. حلو. ايه. وهذا نوع السيبل، هذا السيبل برضه. لون اخر. لون شفناه هذا لون فاتح. هذا السيبل كمان شيء ثاني غير الشلشلة وغير القط البري طبعا. وغير ال... شو كمان كان في؟ لينكس كات. ايه طول. هذا
طبعا هذا نفس الطريقة اللي شفناها في الشنشلة، موديلات الطويلة. اوكي موديلات طويلة نفس الطريقة، السيبر موديلات الطويلة. في عندي هذا مثلا يعني جديد، هذا الياقة بيكون عليها سيبر، واو، هو بيكون ريكس. طبعا ريكس، ايه الريكس هو من وين بيجيبوه؟ ما مستوردوه؟ رابط. اوكي هذا اطول مني بس وزنه، بس بيحكي عنه والله. وفي هون نفس الطريقة بيجي شلشلة مع كشمير مع الروبيانو. اوكي كمان كتير حلو هيدا، حتى ألوانه كأنه بينلبس أكثر من الألوان متوفرة عندنا، الألوان اللي بدك إياها بقدر يفصلوا لك إياها. تفضل خش على موديلات الروبيانو الموجودة عندي. هلا صراحة موديلات الروبيانو الموجودة هون شوفوا عندي كله طبيعي 100%. هذا خادم مثلا موديل الروبيانو بيجي مع طاقية، في من غير طاقية، في مع فول، في من غير. هذا بينلبس كأنه لا مش ميلتين، هذا بتحب بقدر افصل لك اياه على الميلتين كمان. كثير حلو. ايه على حسب طلب الزباين كمان. طبعا هذا الروبيانو مع فيزون، فيزون لون محكوني. وفي عندي الروبيانو برضه هذا شو فيزون؟ فيزون مينك. وهو شو الفيزون؟ مينك القندس. ايه وفي عندي هذا مثلا الروبيانو بيجي مع شلشله كامل. حلو. شو رأيكم؟ واو صراحة كثير مرتبة، كثير حلو. هيدا مثل ما حكينا يا جماعة لوروبيانو معه شنشلة، صرتوا بتعرفوا الشنشلة لازم. طبعا بالنسبة للوروبيانو في عدة موديلات، في مثلا الروبيانو مع سيبر. هذه الألوان شو؟ طبيعية كلها؟ ألوان طبيعية. اوكي ما رح نلبس كل شيء، بس انا رح فرجيكم. قولي على هيدا الروبيانو مع هيدا القط البري، شيء كتير حلو صراحة. الموديلات كل واحد أحلى من الثاني، كل واحد لونه أحلى من الثاني، وشيء بيعقد يعني عن جد عن جد. واو شيء كتير ترندي، شيء كتير تقيل، يعني بيحكي عن حاله، ما في داعي أنا أحكي عنه. شوفوا شوفوا الألوان شو كلاسي. وهنا بإمكاننا نشوف المنطقة المين كالفيزون اللي هو القندوز. لو فيزون مين كندي، كندي مع سيرتيفيكال جارانتي. اوكي هنا كله بلاك لاما. هذا اللي قلت لي قفز قندوز. قندوز هنا القندوز يا جماعة. هلا هو وبره مش كتير ناعم، هو هيك طبيعته. ايه هو طبيعته هالشكل. نعم بس اكيد هيدا كتير بتفرق 100%.
يعني احنا هذا صراحة بنعطي ناس عايشين في هاودي روسيا بكندا اكتر شيء بالغرب، للناس يلي هن لأنه هو عايشين بصوب القطب. أنا مال ايوه بيعيش بالثلج في القطب، بالقطب بيحب الماء كثير، ماء البارد، عشان هو بدفي هيدا اكتر. واو 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 واو، عن جد عن جد اصلا وزنه وزن نفس الطريقة، بيجي بيزون مع بايثون اللي مدموجين على بعض هالشكل. طبعا هذول كمان بيتجهزوا على حسب طلب الزبائن، مثلا اطول اكثر لون اخر بدهم فصل. هول بينصبغ عادي ايه؟ لا بنفصل واحد جديد بيكون احيانا. ايه فهمت عليك، بس انه يعني بياخذ اللون على هيدا. طبعا 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 هذا حي ولا جلد تمساح؟ حي، جلد حي طبيعي. تمام حي، شوفوا شو حلو كثير. عندي هون جلد تمساح بيجي هالشكل. جلد التمساح بحسه غير جلد الحي. وفي عندي نفس الطريقة هون بيجي بايثون مع فوكس بيجي هالشكل. واو هذا بده يفتح هون، هيدا تمسح صح؟ لا هذا كله جلد حي، هذا مسحوق بس. اي نعم اي نعم ملون. هذا كله جلد حي هون بيكون كله تلوين ليزر، مش هذا طبقة ليزر حلو. يعني هذا صاب عليه ماي مطر شيء بضل مثل ما هو، ما بتغير له. حلو هذا؟ هذا جد حي. هذا مين؟ مين؟ ليزون هنا. كثير واو. سالم على المعلومات الحلوة اللي عطيتنا إياها، صراحة في كتير أشياء ما كنت سامعة فيها، تفاجأت إنه ممكن يكون في منها جاكيتات. طبعاً كتير البضاعة حلوة، كتير الأشياء مش مشتغلينها بكل تفصيل ودقة وعناية. أنا كتير انبسطت بالأشياء اللي شفتها، وثانك يو كلك سو. يا هلا يا مرحبا، شرفتونا بمعرفتكم، شرفتونا على المصنع. كلك سو. أتمنى تكون زيارة ثانية إن شاء الله. الله يسعدك إن شاء الله بإذن الله. يا جماعة بالنسبة لهيدا المحل، إذا أنتو حبيتوا تزوروه خدمة التوصيل متاحة عندهم بشكل مجاني، بيقدروا هن يجيبوكم من وين ما كنتوا باسطنبول ويرجعوكم مطرح ما بدكم. وطبعا حتى لو ما اشتريتوا بتقدروا تستفيدوا من هاي الخدمة المجانية لحتى تجوا لعندهم على المحل تشوفوا شو عندهم بضاعة وتتعرفوا على كل الأنواع والأصناف الموجودة.